قبل ما أبدأ حابة أعرفكم إن ده هيكون الجزء الأول من مسلسل لا بأس ألا تكون بخير، فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك بقية الأجزاء اللي جاية. وبدون ما أطول عليكم صلي على النبي ويلا بينا نبدأ العظمة بتاعت النهاردة. بيحكي مسلسلنا عن بنت بتحب تأليف قصص الرعب، وبسبب ده بيجيلها حالة نفسية وبتضطر تتعالج عند طبيب نفسي اللي بيقع في حبها، وبدل ما بيعالجها بتعديه بمرضها. تعالوا نعيش حالة من الحب والكوميديا في نفس الوقت. في بداية مسلسلنا بنشوف بطل مسلسل وبيكون اسمه جانج، اللي بيتكلم مع مدير مدرسة أخوه سانج اللي بيكون مريض توحد وبتجيله نوبة عصبية في الفصل، ودي مش أول مرة تجيله، وبيطلب منه المدير إنه ياخد أخوه لمدرسة تانية، فبياخد جانج أخوه سانج وبيمشي. بعد كده بنشوف بطلة مسلسلنا كومون يونج في مطعم، وبتجيلها بنت ومعاها والدتها وبتطلب منها إنها تمدلها في النوتة بتاعتها، وبنعرف هنا إنها مؤلفة قصص خيالية مشهورة جدا. بعد كده البنت الصغيرة بتتصور مع كومون، بس كومون بتقول لها كلام يخوف وبتصرخ البنت وبتطلع تجري. بعد كده بيجي لها واحد وبيقعد يتكلم معاها، وبنعرف ان مدير اعمالها واسمه لي، وبتسأله انت عارف انا بحب المطعم ده ليه؟ بيقول لها ليه؟ قالت له عشان السكينة، وبتجرح نفسها وبتاخد السكينة وبتمشي. بعد كده بنعرف ان جانج موظف في مستشفى امراض نفسية، وبتيجي الممرضة تندهله علشان في مريضة اكلت اكل العنبر كله، بيقعد جنبها يهديها، واول ما بتهدى بتحضنه وبترجع كل اللي اكلته عليها، وكل اللي موجودين بيقرفوا جدا، بس هو مش بيكون قرفان خالص. وبعد كده بنشوف المؤلفة كومون في عربيتها ومعاها المساعد لي، بتتصل الممرضة يوري من المستشفى على المساعد لي وبتطلب منه كومون انه يفتح مكبر الصوت، وبنعرف ان ابوها مريض في المستشفى وانه لازم يعمل عملية ومش هيقدر يعملها الا لما تمضي على قرار دخوله العملية لانها هي الوصية عليه، بس هي بتقول لها انه مات بالنسبة لها ومش بتوافق انها تزوره في المستشفى. بعد كده بتروح لابو المؤلفة كومون وبتقول له ان بنته مش هتقدر تجيلك، بينهار اول ما بتقول له كده وبيقول لها لو ما جاتش هموت. بعد كده بنشوف جانج مع صديقه في المستشفى وبيقول له انه تراهن عليه هو وصديقه لانه انطرد من مستشفيات كتير، وكانوا بيخمنوا هو انطرد ليه، علشان بيعاكس بنات ولا علشان عليه ديون كتير ولا علشان بيهرب من حد. رد عليه جانج وقال له الاجابه رقم 4 اللي هي الرجاله، فخاف جدا وبعد عنه. بعد كده بنشوف اخو جانج اللي عنده توحد قاعد بيرسم في البيت لوحده، فبيتصل عليه جانج يطمن عليه، فبيقول له انه بيرسم على كتاب المؤلفه كومون، فبيقول له جانج انها جايه المستشفى. بيفرح اخوه جدا لدرجه انه بيلم حاجته بسرعة علشان يلحق يروح المستشفى علشان يشوفها، بس جانج بيقول له انه مش هيلحق، غير كده هي جايه تشوف الاطفال. فبيقول له اخوه انه اسمه سانج وعنده 35 سنه وهو شكله صغير يعني يقدر يشوفها. بيقول له جانج مش هينفع، بس انا هاخد منها توقيع يفضل معاك على طول. بيزعل سانج وبيقفل التليفون في وش جانج وبيرجع يكمل رسم. بعد كده جانج بيشوف واحده بتشرب سجاير وبتقطف الورد، وبيطلب منها انها تطفي السجاير لانها في المستشفى، وبيعرف انها الكاتبه كومون، فبتقول له انت بتؤمن بالقدر؟ مش بيرد، فبتدفي السيجاره في الكوبايه اللي في ايده وبتقول له انها قدره وبتمشي. بعد كده بنشوفها في مسرح المستشفى وبتحكي قصه للاطفال، وفي واحده بترسم الاحداث اللي بتقولها بالرمل. بعد كده بنشوف مريض في المستشفى هرب من اوضته وبيدور على حد اسمه جواون في المستشفى، فبيتبلغ عنه لانه لازم يتمسك بسرعه، وجانج بيحضر الحقنه اللي هيديها للمريض، بس للاسف بيكون داخل المسرح اللي فيه المؤلفه كومون، وبيدور في كل اللي موجودين على جواون، وبنعرف انها تبقى بنته. بيدخل واحد المسرح وبينور النور وبيوقف كل حاجه، وبيقول لها ان حصلت ظروف طارئه، وهنا بيلاقي المريض بنته فبيشيلها وبيدخل بيها مكان، وبتشوفه كومون وبتدخل تنقذ البنت لانه كان عاوز يقتلها. البنت بتجري والمريض بيوقع كومون وبيخنقها، بس بتكون البنت طلعت وقالت لجانج، فبيدخل بسرعه ويلحقها على اخر لحظه ويكتف المريض، بس بتقوم كومون وبتجيب سكينه وبتروح علشان تضرب بيها المريض، بس جانج بيلحقها وبيتجرح في ايده، وبنعرف انها عندها عقده نفسيه لان والدها كان بيعمل فيها كده وهي صغيره. بعد كده بيروح جانج يخيط ايده، وبعدين بنشوف كومون وهي خارجه من المستشفى ومعاها المساعد ليه، وبيكون متعصب بسبب اللي حصل، وبيقول لها ان اللي حصل ده اكيد هيتنشر في كل الصحف والمجلات ودي هتبقى مشكله بالنسبه لينا، فبتيجي العربيه بس مش بترضى تركب، وبتقول له انها وراها حاجه لازم تعملها، وبتدخل المستشفى تاني. بعد كده بنشوف جانج عند المدير وبيقول له ان المريض اللي هرب ده عمل لهم مشكله كبيره، وبما انه انطرد من مستشفيات كتير بسبب اهماله لازم ينطرد من هنا كمان. بنشوف المساعد ليه وهو بيكلم واحد من المستشفى وبيقول له انه لازم يوصل للموظف اللي انطرد بسبب كومون، وانه لازم يديله فلوس علشان ما يحكيش اللي حصل لاي حد. بعد كده بنشوف جانج مع صديق عمره اللي اسمه جايسو، وهو راكب وراه الموتوسيكل بتاعه وماشيين بسرعه جدا، بس بيتعطل منهم وبيكملوا طريقهم ماشي. وهما ماشيين جانج بيحكي لصديقه على اللي حصل وبيقول له ان كومون دي مريضه نفسيا وان تصرفاتها وكلامها غريب جدا. بعد كده بيفتكر جانج انه نسي ياخد منها توقيع لاخوه سانج وانه هيزعل جدا، فبيحاول هو وصاحبه انهم يقلدوا التوقيع بتاعها،
وبالفعل بيقلدوه. وفي نفس الوقت بنشوف الممرضة يوري وهي رايحة عند كومون علشان تخليها تمضي على ورق العملية بتاع والدها، وبنعرف ان كومون بتكره والدها جدا، وبتقول لها الممرضة ان والدها في حالة حرجة جدا وممكن يموت في اي لحظة، وانه لازم يدخل العمليات بسرعة، وانها لازم تمضي على الورق. بترد عليها كومون وبتقول لها قولي انه ابوكي وانا امضي على الورق. بعد كده بنشوفها وهي رايحة تركب الاسانسير وبتعيط من كلام كومون، وبنشوف جانج بعدها وهو رايح لاخوه سانج وبيديله الورقة اللي عليها التوقيع بتاع المؤلفة كومون، بس اخوه سانج بيعرف انها مزيفة، ولانه عنده توحد فضل يعيط ويقول مزيفة انت كذاب الامضاء مزيفة، وفضل كده لحد ما نام. بس جانج بيكون زعلان علشان اخوه وبيفضل يتأسف له كتير وهو بيصالحه. بيتصل بيه مساعد كومون وبيطلب مقابلته. بعد كده بنعرف ان المريض اللي حاول يقتل بنته في المستشفى اتقتل في الحبس الانفرادي، وان الشرطة هتحقق في الجريمة دي. بنشوف كومون وهي في اوضتها وبتفكر في جانج وشكلها كده اعجبت بيه. بعد كده بنشوف جانج وهو مش جاي له نوم، فبيقوم يغطي اخوه وهو نايم، وبيلاقي جنبه كتاب من مؤلفات كومون فبياخده ويقراه. تاني يوم بيروح جانج علشان يقابل مساعد كومون، فبيدخل مكتبها وبيقرا في قصة من قصصها، وبتيجي كومون وبتشوفه وبتفرح قوي. بتروح له وبتقول له جيت علشان الفلوس، عرضوا عليك كام؟ بيقول لها انا اللي جابني هنا مش الفلوس خالص، انا جيت عشان كان عندي امل اني اشوف عينيكي مرة تانية. فبتقول له وعيني؟ وبيرد بيقول لها ايوه، بيفكروني بواحدة افتقدت الدفى وما عندهاش ضمير. بتقول له كنت بتخاف منها؟ فبيقول لها لا كنت بحبها. وبيفتكر جانج لما كان بيغرق وهو صغير، والبنت دي قاعدة مش بتفكر حتى انها تنقذه، وفي الاخر بتحدف له قطعة تلج بيتعلق بيها وبتمشي. وبيفتكر لما اخد ورد وراح يقول لها انه معجب بيها، ولقاها بتمسك الفراشات وبتقسمهم نصين، وهي بتقول له انت لسه معجب بيا؟ فخاف منها وجري بسرعة. وبتقول له كومون ان دايما الذكريات الوحشة بنفضل فاكرينها على طول. بعد كده بنشوف المساعد ليه وصل وقابل البنت اللي دخلت جانج للمكتب. بيعرف ليه ان جانج مع كومون دلوقتي، فبيتضايق جدا انها سابتهم مع بعض. بيروح ليه بسرعة علشان يقابل جانج، فبيلحقه وهو ماشي، وبتقول له البنت انه لسه ما اخدش التوقيع. فبتقول له كومون يعني انت جيت هنا علشان التوقيع وكل الكلام اللي قلته عن البنت مش حقيقي؟ بيقول لها لا. فبتاخد كومون اخر قصة انطبعت لها وبتمضي عليها وبتديها لجانج، وهو ماشي بتقول له هشوفك تاني. بيقول لها لا ما افتكرش. بيجري وراه السيد ليه وبيديله علبة صغيرة، ولما بيفتحها بيلاقيها مليانة فلوس، بس مش بيرضى انه ياخدها وبيقول له ما تتصلش بيا تاني. بيمشي جانج وكومون بتبص عليه من مكتبها وبتقول لنفسها انها عاوزاه وانه عاجبها، لحد ما بتيجي المساعدة بتاعت ليه وبتقول لها هاتيلي كل المعلومات عن الشاب اللي لسه ماشي ده. بعد كده بنشوف جانج وهو راكب الاوتوبيس وبيفتح القصة اللي اخدها من كومون، بيلاقيها كاتباله فيها وهي بتوقع انها عاوزة تقابله وان اكيد المقابلة الجاية هيكون مبسوط فيها. بعد كده بيتصل بيه صديقه جي وبيقول له انه بياكل هو واخوه سانج، فبيقول له جانج انه جاب توقيع كومون لاخوه، واول ما بيسمع سانج بيطلع يجري. بعد كده بنشوف جي وهو في المطعم اللي شغال فيه، وبتجيله الممرضة يوري وبيظهر كده انهم يعرفوا بعض. بعد كده بنشوف سانج وهو مبسوط جدا وعمال يدور هو هيلبس ايه، وبنروح لجي في المطعم مع الممرضة يوري بعد ما بيجهز لها الاكل، وبتلاقيه معلق ورقة على باب المطعم انه هينقل، وبتسأله انت ليه هتنقل من المكان ده؟ بيقول لها انه مش بيحب يرتبط بمكان. بعد كده بنشوف جانج بيشتغل وبيشيل كراتين تقيلة وايده بتجيب دم تاني، وبرده بيكمل شغل. بعدها بنشوف كومون عاملة اجتماع في مكتبها، الموظفين بيقولوا لها ان الرسومات في اخر قصة شكلها بشع جدا ومخيف. بترد كومون انها مش هتغيرهم، وبيقولوا ان الشركة المتعاقدين معاها عاوزة تغير شخصية الكلب اللي في القصة بالقطة. بترد كومون لو غيروها هتفسخ العقد، وهي ماشية بتقول لمساعدة ليه خليكي فاكرة اللي قلتلك عليه. البنت طبعا بتبقى خايفة قوي، كومون دي بصراحة شخصية مخيفة قوي، ايه ده انا خفت. بعد كده بنشوف جانج في الشغل وفي واحد بيقول له في حد مستنيك بره، بيطلع بيلاقي الممرضة يوري. بيقعدوا هما الاتنين يتكلموا عن الشغل وانه هيشتغل فين بعد كده. بيقول لها في مستشفى جديدة بتتبني، بتقول له ان في شغل في مستشفى اسمها اوك للامراض العقلية وانت ممكن تشتغل فيها لانك ممرض مساعد كويس. بيسألها فين المستشفى دي، بتقول له انها في مدينة سونج بلدها وانها عارفة انه كان عايش فيها زمان. بيفتكر جانج لما والدته اتقتلت فيها والشرطة لما كانت بتحقق معاهم وما وصلوش لأي حاجة، فبتقرر الشرطة انها تدخل جانج مركز رعاية اطفال وسانج في مستشفى لانه مريض. واول ما بيسمع جانج الكلام ده بياخد اخوه سانج وبيهربه. بعد كده بنشوف جانج وهو بيوصل يوري، وقبل ما بتركب بتقول له لما تيجي البلد علشان تشتغل مفيش داعي انك تدور على سكن لان عندنا البيت كبير وانا ووالدتي عايشين في الدور اللي فوق لوحدنا. بيقول لها شكرا على اهتمامك بس انا مش هقدر اني اجي. بتقول له ليه؟ علشان هي في الريف يعني؟ بيرد جانج وبيقول لها ايوه هو ده السبب. بتركب يوري وبتمشي. بعد كده بنشوف كومون وهي بتدور هتلبس ايه وهي بتفكر في جانج، وفي نفس الوقت بنشوف جانج في البيت بيدور على النت على شغل، وبيكتب اسم المستشفى اللي قالت له عليها الممرضة يوري وبيقرا عنها معلومات. بنشوف تاني يوم سانج وهو بيظبط نفسه وبيخرج مع جانج، وجانج بيحاول
انه يتصل بصديقه جاي بس للاسف بيكون نايم، وجانج بيخرج سانج وسانج بيفضل يجري ويلعب كتير. بعد كده بنشوف المؤتمر اللي معمول بسبب اخر كتاب لكومون، وفي تجمعات كتير جدا وكومون بتوقع لناس كتير والكل بيتصوروا معاها، وجانج بيكون واخد سانج هناك وبيوصله لمكان قريب قوي منها وبيستخبى عشان يروح سانج يتصور معاها. بس كومون بتشوفه بيتصل جاي على جانج وبيبعد عن اخوه، وبسبب التوحد اللي عنده بيشوف طفل لابس ديناصور بيروح له وبيحط ايده عليه، بس والد الطفل بيضرب سانج وبيشده من شعره، بيعيط سانج وبيصرخ بسبب شعره لحد ما جانج بيسمع الصوت وبيجي على اخوه بيهديه. واول ما بيقوم علشان يتكلم مع اللي ضربه بتيجي كومون تقول له اعتذر، بيقول لها انه ضايق ابنه ومش هعتذر له، شدته من شعره زي ما عمل لسانج وفضل الراجل يصرخ. قالت زوجته ان الراجل ده مجنون، قالت لها كومون مين قال لك انه مجنون، هو انت دكتوره؟ قالت لها لا، بس هو فضل يصرخ كتير ويتكلم كلام غريب. قالت لها كومون يبقى انت كمان مجنونه. بعد كده بنشوف كومون وجانج قاعدين مستنيين سانج يطلع من اوضه المخزن، وبيقول لها جانج انه ممكن يهدى بعد ساعه او ممكن يهدى بعد يومين. بتقوم تمشي بيوقفها جانج، وبيجي ليهم واحد بيقول لهم هو انتوا بتحبوا بعض؟ بتقول له كومون امشي. بيقول الراجل لجانج اوعى تتورط معاها، امها كانت كاتبه مشهوره وماتت فجاه، ووالدها كان مهندس بقى مجنون، ابعد عنها قبل ما يحصل لك حاجه. وكومون لسه هتضربه، جانج مسك ايديها ومنعها وقال له امشي. مشي الراجل وقال لها خليكي. بتقول له كومون انت مين علشان توقفني، وبتسيبه وبتمشي. بتروح ورا الراجل وبترميه من على السلم، وبتقع منه الفلوس اللي كان مديها له المساعد ليه، وبيروح وراها جانج وبيخليها تحضن نفسها كل ما تبقى في حاله الصدمه دي، فبتعرض عليه انه يشتغل معاها ويبقى اللي بيهديها كل ما تبقى في الحاله دي، وبتقول له ان دي وظيفتك اصلا في المستشفى، فاشتغل معايا وانا هدي لك فلوس كتير. وبيرفض جانج وبيقول لها انت غير المرضى اللي في المستشفى، لانهم بينفع معاهم العلاج، انت لا، انت مولوده كده واللي زيك لازم نتجنبه، فبتقول له انت جبان. بعد كده بنشوف جانج مع اخوه في الاتوبيس وبيروحوا، وبيلاقي صديقه مستنيه عند البيت وبيعتذر له. بيقرر جانج انه يسافر للمدينه اللي كان عايش فيها زمان وماتت فيها امه. بيتصل بيوري وبيقول لها انه جاي على المدينه. بعد كده بنشوف المساعد ليه وهو متضايق ومتعصب بسبب اللي حصل في المؤتمر، لان كاميرات المراقبه صورت كل اللي حصل وكل الفيديوهات انتشرت والدنيا اتقلبت وكل الناس بتحرق صور كومون وكتبها. والمساعد ليه بيسال عن كومون وبيعرف انها سافرت، وبتقول المساعده بتاعته انها بعتت لها معلومات عن جانج. بنشوف جانج شغال في المستشفى وكومون في طريقها ليه، وبتوصل كومون المستشفى وبتروح لجانج، واول ما بيسالها انت ليه جيتي هنا، بتقول له علشان اشتقت لك. بنشوف كومون وهي جايه المستشفى وبتكون الدنيا بتمطر، وجانج بيبقى واقف في المستشفى وبيلاقي الانوار مش متظبطه، فبيقول لزميلته انه هيروح يكلم عمال الصيانه علشان يجوا يصلحوا الكهرباء. وبتدخل كومون المستشفى وبتقابل جانج وهو واقف بيتكلم في التليفون، فبيبقى متفاجئ انها موجوده، وبتكون يوري شايفاهم وهما واقفين مع بعض. وبياخد جانج كومون وبيطلعوا يتكلموا في الجنينه، فبيسالها جايه المستشفى ليه، وانه طلب منها انهم ما يتقابلوش تاني، فبتقول له انها جايه علشان تشوفه، لكنه بيرفض انهم يكملوا علاقتهم ببعض، وبيقول لها انه مش عاوز يقابلها تاني، لكنها بتقول له انها بتاخد اي حاجه عاوزاها سواء بتشتريها او بتسرقها. في الوقت ده بتيجي ممرضه تنادي على كومون وتقول لها ان مدير المستشفى عاوز يشوفها، وبتروح كومون علشان تقابل المدير، وبيقول لها على حاله باباها اللي محجوز في المستشفى، فبيقول لها انه بيعاني من فقدان الذاكره وانه مش هيفتكرها، وبتطلب منه كومون انها تاخد باباها علشان يمشي معاها، لكن المدير بيرفض وبيقول لها ان حاله باباها صعبه ومحتاجه علاج كتير. في نفس الوقت بيكون جانج هو الممرض بتاع باباها، وبيسمع المرضى اللي حواليه وهم بيتكلموا عن كومون وجمالها، وبتكون كومون لسه قاعده مع المدير اللي بيعرض عليها عرض انها تدرس للمرضى دروس عن الادب مقابل انه يسيبها تاخد باباها يمشي معاها، فبتطلع من غير ما ترد عليه، وبيطلع وراها المدير وبيقول للممرضه ان كومون عصبيه وانها حتى ما ردتش عليه. بعدها بيروح جانج علشان يغير هدومه وبيكون معاه واحد زميله، فبيقول له زميله انه هيروح يغير في الحمام. بعدين كومون بتدخل على جانج الاوضه فبيفتكرها صاحبه، وبيقول له يحط الحاجه اللي معاه في الدولاب، لكن كومون هي اللي بترد عليه، فبيتخض انها موجوده معاه في الاوضه وبيزقها وبيطلعها بره. وبتبقى يوري معديه وبتشوفهم وهم مع بعض، فبتحط كومون ايديها على جانج فبيشيلها، وبعدين بيدخل الاوضه. بعدين بتاخد كومون يوري وبتطلع تتكلم معاها عن جانج، وبتقول لها انها اكيد معجبه بيه علشان كده مراقباه، وبتحكي لها عن اللي كان بينهم وهم صغيرين، وانها كل ما تروح مكان كانت بتشوفه فيه، علشان كده حست ان ده حب حياتها وانها لازم تكمل معاه. وبيكون جانج خلص شغله وطالع علشان يروح، فبيقابل كومون بعربيتها، فبتعرض عليه يركب معاها وتعزمه على العشاء، لكنه بيرفض، فبتقول له انه اكيد معزوم على العشاء النهارده، وبتطلب منه عنوانه وهتعدي عليه في يوم تاني يسهروا سوا، وبتسيبه وتمشي. بالليل بتكون كومون رايحه على القصر بتاعها في وسط الغابه، وبتتخيل ان في حد قاعد في الكنبه اللي ورا، فبتتخض وبتلاقي غزاله معديه، فبتقف بسرعه وبتزعق في وشها. في نفس الوقت بيكون جانج رايح المول يشتري شويه حاجات، وبيقابل يوري هناك. بعدها بيطلعوا علشان يتعشوا سوا
في بيته، وبتبقى كومون لسه ماشيه في الطريق وبتوصل القصر بتاعها، وبتلاقي شبح واقف في الشباك لكنها ما بتخافش وبتطلع علشان تنام. في نفس الوقت بيكون الكاتب المساعد بتاعها بيتكلم عنها وبيحكي للسكرتيرة عن القصر بتاعها، وان باباها بناه ليها في عيد ميلادها وعمله في وسط الغابه علشان مامتها تعرف تركز في شغلها وهي بتالف كتابها. فبتساله السكرتيرة عن حاجات شخصيه عنها، فبيقول لها ان مش من المفروض انها تسال عن حاجه ما تخصهاش علشان ما تتاذيش، وبيزعق فيها. وبتكون كومون طالعه للدور التاني علشان تنام وبتروح تترمي على السرير. في نفس الوقت بيكون جانجو واخوه سانج ويوري قاعدين يتعشوا، وبتيجي صاحبه البيت اللي قاعدين فيه تتعشى معاهم وبتدي لهم اكل كتير. في الوقت ده بتكون كومون نايمه في السرير وبيطلع لها شبح من القصر وبيقول لها انه هيقتل الشخص اللي هتحبه وانه مش هيسيبها سعيده. فبتبقى كومون مش قادره تنطق وبتعيط. بعدين بتروح في النوم وبتحلم بامها لما اتقتلت، وبتصحى مخضوضه لكنها بتفتكر كلام جانج ليها وانها تهدي نفسها ازاي. تاني يوم بيكون جي مان رايح المستشفى، وده بيبقى ابن نائب في البرلمان، وبيتكلموا الممرضات عنه انه مجنون وبيجي كل صيف علشان يتعالج. بعدها بيكون مساعد كومون بيكلمها وبيسالها يعمل ايه في الكتاب بتاعها وانه لسه ما خلصش، فبتقول له انه ينزل خبر عنها انها مش فاضيه ومشغوله بعلاج باباها المجنون، وانها هتكمل الكتاب لما باباها يخرج من المستشفى. وفي الوقت ده بيكون جي مان جات له حاله الجنون، فبيخلع هدومه كلها وبيفضل يرقص، فبينده عليه جانج وبيفضل يتكلم معاه، فبيقول له جي مان ان باباه دايما بعيد عنه وانه بيحب السهر والحفلات، وبيحكي له اللي حصل له علشان يوصل لحاله الجنون اللي هو فيها. وبتكون الممرضات بيتكلموا عنه وعن منصب باباه الحساس، وانه بعته المستشفى يتعالج من غير ما حد يعرف علشان ما يحصلوش مشكله في الانتخابات وينجح زي كل سنه. وبيكون جي مان لسه في حاله الجنون بتاعته، وبيدخله جانج للمدير علشان يعالجه، وبيروح يتكلم مع جي صاحبه، فبيساله عن سانج اخوه، فبيقول له انه ما يعرفش هو فين وبيقفل الخط في وشه. وبيبقى جي بيداري على جانج ان سانج معاه وانه بيخليه يرسم الناس مقابل الفلوس. وبيدخل جانج علشان يحضر اول درس الكومون في المستشفى، فبتعلم المرضى دروس عن الادب والخيال، ولما بتخلص بتروح تتكلم مع جانج عن علاقتهم، لكنه بيرفض يكمل معاها اي حاجه، فبتشتمه وتقول له انه منافق وانه حتى بيكذب على اخوه زي ما كذب عليها قبل كده. في نفس الوقت بتكون يوري واقفه مع زميلتها وبيتكلموا عن كومون انها بتدي دروس مقابل انها تاخد باباها يمشي معاها. وبتروح كومون تقول لجانج انها حلمت بيه امبارح، فبيسالها ازاي، وبتحرجه قدام المرضى والموظفين، فبينزل يزقها ويتكلم معاها، فبتسيبه وبتمشي. وهي ماشيه بتقابل باباها وبيفتكر اللي عملته فيه، وبيبقى عاوز يتكلم لكنه بيبقى مشلول، فبتروح للممرضه علشان تشوفه، فبيشاور على كومون. وبتجري الممرضه ورا كومون وبتقول لها انها وعدت المدير تاخد باباها يمشي معاها، فبتقول لها كومون انها ما وعدتش حد، وبتسيبها وبتمشي. وبيروح سانج المستشفى علشان يقابل جانج، فبتشوفه يوري لكنه بيلاقي كومون ماشيه فبيمشي وراها، فبيروح له جانج علشان يجيبه ويوديه للمدير علشان يعالجه، فبيعرض عليها المدير انه يرسمه مقابل انه يديله فلوس، لان سانج موهوب جدا في الرسم. وبيساله سانج عن الفلوس اللي هيديها له، فبيقول له المدير على حسب الرسمه. لما بيروح جانج البيت بيسال سانج عن سبب جمعه للفلوس، فبيقول له انه عاوز يشتري عربيه علشان يسافروا بيها وما يحتاجوش حاجه من حد، فبيتاثر جانج بكلامه وبيحضنه. تاني يوم بيكون جانج رايح المستشفى مع يوري، وبيجي له تليفون من المستشفى ان جي مان هرب، وبيعرف ان كومون اخدته معاها في عربيتها، فبيروح جانج علشان يرجعه وبيحاول يوقف عربيه كومون، وبيقول لجي مان ينزل لكن كومون بتجري بالعربيه، وبيجري وراها جانج علشان يوقفها، لكنها بتودي جي مان على مؤتمر بابا، فبيفضحه وبيشوه صورته قدام الناس، فبيغمى على كومون والد جي وبيحاول الناس يفوقوه. وبتقف كومون تتفرج على جي مان وهو بيفضح بابا قدام الناس وبتبقى فرحانه، فبيقول لها جانج انها ما كانش ينفع تعمل كده لانها ما تعرفش قيمه الاب، وبيفتكر بابا وهو صغير. وبيفضل جي مان ماسك الميكروفون وبيغني وبيرقص وهو بيتكلم عن بابا، فبتصوره الصحافه وبيتكلموا عن اللي عمله مع بابا، وبيقولوا ان كومان لازم ينسحب من الانتخابات، وبتطلع مظاهرات ضده علشان يتنازل عن الانتخابات بسبب اللي عمله ابنه. وبتروح كومون تتكلم مع جانج وبتساله ليه ما وقفش جي مان، فبيقول لها انه ما ينفعش يوقفه وهو بيعمل حاجه بيحبها. بعد كده بيروح ابن كومان الكبير ليهم وبيسالهم هما من المستشفى ولا منين، فبتقول له كومون انها سيده اعمال وجانج الحارس بتاعها، وبيهددهم ابن كومان وبيحاول يضرب كومون، لكن جانج بيمسك ايده بيهدده انه ما يلمسهاش، فبيسيبهم وبيمشي. وبتيجي يوري تقول لجانج انه يروح يبص على جي مان، ولما بيروح بيلاقيه مبسوط من اللي عمله في باباه لانه كان بيبهدله وهو صغير، فبتروح يوري لاهل جي مان وتطلب ان حد منهم يروح معاهم للمستشفى. وبتروح مامة جي مان تشتمه وتضربه بالقلم على الفضيحه اللي عملها ليهم، وبتفضل تعيط وبتمشي. فبيقول جي مان ان مامته بتحبه قوي لانها ضربته بحنيه، وبيفتكر جانج كلام مامته وهو صغير لما كانت بتضربه علشان عايزاه يدافع عن اخوه سانج. بعدها بيروح ليوري وبيقول لها انها تمشي لوحدها علشان هيركب مع كومون، وبيروحوا المطعم علشان ياكلوا سوا. وبيجي تليفون من مساعد كومون لجانج وبيساله عنها، وبيقول له انها هتقتله
يقتله وانه ما يثقش فيها ويفضل عايش لحد ما يخلص من كومون. فبيروح جانجي يقعد مع كومون وبيقول لها ان المستشفى عاوزاه يروح دلوقتي، فبياكلوا بسرعه ويمشوا. وبيحاول جانجي انه يشغل الراديو وهو ماشي في الطريق، لكن كومون بتقوله انها مش عاوزه تسمع صوت حد غيره. فبيسالها عن حياتها وبتقوله ان الاهل زي الحاجات اللي بنشتريها. فبيتعصب جانجو بيقول لها تركن على جنب علشان ينزل، ولما بترفض بيركن العربيه هو وينزل يمشي، لكنها بتقوله انها بتحبه لكنه ما بيصدقهاش وبيكمل ماشي. في نفس الوقت بيكون جيمان وصل المستشفى وبيكون المدير خايف من اللي باباها يعمله فيه بسبب اللي ابنه عمله، وبيقترح عليه الدكاتره انه يقول لوالد جيمان عن كومون وانها هي اللي خطفت جيمان. فبيقول لهم انها ملهاش ذنب وانه ركب معاها بمزاجه، وكمان ده مش حل يقدروا يهربوا بيه من كومان. بالليل بتروح كومون للقصر بتاعها وبتلاقي المساعد بتاعها مستنيها، فبتساله عن سبب وجوده. فبيقول لها انها ما ظهرتش بقالها مده وان المعجبين بيسالوا عليها وعن الكتب بتاعتها، فبتقوله انها ما كملتش يومين غياب. فبيسالها ليه تقعد في القصر المهجور ده لوحدها، فبتعرض عليه انه يبات معاها لكنه بيخاف، وبيقول لها انه مش هيقدر يقعد اكتر من كده وبيسيبها وبيمشي. في نفس الوقت بيكون جانج رايح المدرسه علشان يجيب سانج اخوه، وبيعرض عليهم انهم يروحوا يجيبوا ادوات للرسم بتاعه. بعد كده بتكون كومون قاعده بتسرح شعرها قدام المرايه وبيجي لها شبح مامتها وبيتكلم معاها، وبتفكر في جانج وبتفتكر يوم قتل مامتها وانها لقت دمها طالع من تحت الباب. وبتكون يوري رايحه لجي المطعم علشان تاكل وتشرب، وبيبقى مساعد كومون قاعد هناك وبيعرض عليها انها تقعد وتشرب معاه لكنها بترفض. تاني يوم بيكون كومان رايح المستشفى وبيبقى متعصب جامد، وبيروح للمدير يهزقه وبيطلب انه يشوف جانج وكومون اللي عملوا فيه هو وابنه كده. فبيوصل خبر لجانج انه كومان عاوزه، وبتكون يوري عايزه تتصل بكومون لكنه بيمنعها وبيقول لها انه هيروح له لوحده. ولما بيروح بيضربه كومان بالقلم فبيزعل جانج وبيسيبه ويمشي. وبيكون المدير مسجل فيديو لضرب جانج وبيحاول انه ياخد فلوس من كومان قصاد انه ما ينشرش الفيديو. في نفس الوقت بيكون سانج بيصور المناظر اللي قدام شباك المدير علشان عاوز يرسمها على الحيطه، وبتشوفه واحده فبتطلب منه يصورها لكنه بيشوف فراشه وبيخاف منها وبيجري، وبتفتكره الست انه خايف منها هي وان شكلها هو اللي مش حلو. فبيروح سانج على المستشفى وبيبقى بيتخيل شكل الصوره اللي هيرسمها. وبتوصل كومون وبتتكلم معاه وبتعرض عليه انه يقعد معاها. فبيعرف جانج انها قاعده مع اخوه، فبيروح يزعق مع سانج وبيقول له يمشي وما يقعدش معاها. وبيتكلم جانج مع كومون وبيقول لها انها تسيب اخوه وما تقربش منه، وبيبقى سانج زعلان من اخوه لانه زعق فيه وبيروح يقعد في الاوضه ويعيط. فبيروح جانج يدور عليه لكنه ما بيلاقيهوش، وبتبقى معاه ممرضه وبتقول له انه يروح البيت وما يقلقش على اخوه. وبتروح كومون علشان تاخد باباها يمشي معاها، ولما بتتكلم معاه بيهجم عليها وبيبقى عاوز يقتلها، فبتقع على الارض وبتفضل تضحك، والممرضات بييجوا علشان يقوموا باباها. وبيكون جانج راكب الاوتوبيس ومروح وبيلاقي كومون وهي ماشيه في الطريق لكنه ما بيقفلهاش، وبيروح على البيت. فلما بتتعب كومون من المشي بتقعد على رصيف وبتفتكر كلام جانج ليها وبتبقى متضايقه منه. وبيبقى جانج قاعد بيتفرج على الصور اللي اخوه رسمها وبيفتكر مامته وبيعيط. بعدين بيوصل جي وبيقول له على اللي والد كومون عمله وانه ضربها قدام الناس. فبيستاذنه جانج انه يركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح على كومون اللي بيلاقيها لسه ماشيه في الطريق، وبينزل يغطيها بالجاكيت بتاعه فبتحضنه، وبتفرح انه جه علشانها وبياخدها يعزمها على العشاء. وبيطلعوا يروحوا على فندق علشان يحجزوا اوضه يناموا فيها. فبتساله كومون عن سبب انه جه علشانها وانه اكيد بيحبها، فبتساله بيحبها ولا لا، لكنه ما بيردش عليها. ولما الراجل بيناديه علشان يدفع اجره الاوضه بيكتشف انه مش معاه فلوس وانه نسي الفلوس بتاعته في البيت. فبيقول له الراجل انه مش هيقدر يديلهم اوضه وهو مش معاه فلوس. فبياخد كومون ويطلعوا على بيته يناموا فيه، وبتكلموا عن اخوه فبيطلب منها انها تبعد عنه، وبتحاول انها تغير الكلام وبتطلب منه يجيب لها اكل علشان جعانه. فبيطلع لكنه بيلاقي سانج قاعد زعلان، فبيعتذر له انه زعق فيه وبيقول له انه كان زعلان علشان كان في واحد ضربه بالقلم، وبيوري له مكان القلم على وشه، فبيضربه سانج علشان ما يعملش فيه كده تاني. وبياخد جانج اكل وبيروح لكومون ياكلوا سوا. في نفس الوقت في المستشفى بيكون الحارس سامع صوت حد بيغني في الدور التاني، وبيروح علشان يشوف مين اللي بيغني، فبيلاقي يوري قدامه فبتقول له ان في شبح في الدور التاني وان كل يوم بيغني في نفس الميعاد ده، فبيخاف يقعد لوحده. لكن يوري بتروح تقعد مع ممرضه زميلتها وبتحكي لها صاحبتها عن اللي والد كومون عمله في بنته، وبتحكي لها عنها وهي صغيره وانها كانت ساحره وهي السبب في اللي حصل لباباها، علشان كده جات له حاله صرع اول ما شافها. في الوقت ده بتحاول كومون انها تقرب من جانج وبتتكلم معاه عن حياته وبتقول له انها نفسها تكمل حياتها معاه في بيته. وبيخبط عليهم جي فبيطلع جانج بسرعه قبل ما يسمعهم ويعرف انها نايمه عنده، فبيتكلم جي معاه عن سانج. فبيطلب منه جانج ان اخوه يبات معاه الليله وانه ياخد باله منه وبيمشيه. ولما بيجي يدخل اوضته بيلاقي كومون قفلت الباب عليه وهو بره، فبيطلب منها تفتح له لكنها بترفض. بعد شويه بتفتح له وبيدخل يتكلم معاها وبيغطيها علشان تنام، وبيتصل بيه جي علشان يقول له على اخوه. فبيطلب منه جانج انه يبيت معاه ويسيبه يهدى الليله دي وبيقفل معاه. بعدين بتتكلم كومون
تزامن معاه عن مامته بتقوله انها بتفكره بيها، فبيقول لها انه فاكرها دايما وما بينساهاش. وفي المستشفى بيكون والد كومون شايف شبح مراته بيخنقه وبيزعق، فبيسمعوا المرضى اللي معاه وبيقوموا يشوفوه وبيلاقوه فاتح بقه وخايف، فبيحاولوا انهم يفوقوه من اللي حصل له وبيبقى بيحلم. تاني يوم بيصحى سانج من النوم وبيروح يهزر مع جي، وبتكون يوري جايه لجنج البيت فبتشوفها صاحبه البيت وبتتكلم معاها، وبتكون كومون واقفه في الشباك فبتشوفها وهي جايه لجنج. ولما بتطلع يوري بتلاقي كومون واقفه وبتقول لها عن باباها وانه حالته صعبه، فبتستفزها كومون بالكلام فبتضربها يوري بالقلم وبيبداوا يتخانقوا سوا. وبيطلع جنج على صوت الزعيق وبيحاول انه يوقفهم. في الوقت ده بيطلع سانج وجي وصاحبه البيت وبيشوفوهم وهم واقفين مع جنج، وبياخد جنج كومون وبيطلب منها انها تمشي وبيديلها فلوس علشان تركب تاكسي، لكنها بتقوله انها بتحبه وبتساله ليه ما بيحبهاش زي ما هي بتحبه، فبيقول لها انها لازم تمشي دلوقتي، فبتتعصب عليه وبترمي الفلوس في الارض. وبيكون سانج زعلان من اخوه وبيقول له انه كذب عليه، فبيتحايل عليه جنج وبيطلب منه انه يسامحه ومش هيكذب عليه تاني. وبيقول له سانج انه ليه ما خلاش كومون تلبس من لبسه، فقال له انه هيديه لها المره اللي جايه. وفي نفس الوقت بتكون يوري نايمه في السرير زعلانه، وبتروح لها صاحبه البيت علشان تتكلم معاها، لكنها بتلاقيها منهاره وبتقول لها ان جنج بياخد كومون معاه البيت وما بياخدهاش، وانها زعلانه علشان جنج ما بيحبهاش زي ما هي بتحبه. فبتقول لها صاحبه البيت انها تحاول توقعه في حبها وما تستسلمش. تاني يوم الصبح بيكون مساعد كومون عمل اجتماع علشان يشوف القضيه اللي ضدهم، وبيتعب لما بيسمع انه ممكن يخسر القضيه ويتسجن وشركته تقف، فبيحاول الموظفين انهم يفوقوه، لكنه بيقوم وهو مش مركز وبيستغرب لما بيشوفهم وبيدور على حل علشان شركته ما تقفلش. بالليل بيكون جنج قاعد مع جاي بيشربه، وبيساله جاي عمل ايه مع كومون، فبيحكي له على اللي عملته معاه زمان وانه عورته بالسكينه في ايده، فبيقول له جاي انه دايما يفضل باصص لمكان السكينه ما عورته علشان يفتكرها وما يرجع لهاش. وفي نفس الوقت بتكون كومون متضايقه من جنج وبتسال نفسها ليه بيبعدها عنه وما بيحبهاش زي ما هي بتحبه، فبتبقى متضايقه وبتخلع فستانها وبتعلقه قدامها في الشباك وبتنام. وبيروح جنج علشان ينام وبيساله اخوه بيحبه اكتر ولا كومون، لكنه ما بيردش عليه وبيعمل نفسه نايم. تاني يوم بيروح مساعد كومون للقصر وبيقول لكومون انه ما عادش معاه فلوس علشان يسدد الديون اللي عليهم وانه قبض الموظفين مرتباتهم، فبتكون السكرتيره بتاعته معاه وبتقوله انها ما قبضتش حقها من كام شهر فبيتعصب عليها، لكن كومون بتبقى قاعده هاديه وبتقوله انها ما تعرفش حاجه عن اللي بيقوله وانه بيمثل عليها كويس. وبيبقى الموظفين في المستشفى بيرقصوا وبيغنوا مع المرضى، وبعد ما بيخلصوا بيروح جنج يقعد لوحده، فبتروح مريضه تقعد معاه وبتقوله انها عاوزه تعرفه على بنت هيحبها وانه لازم يزورها اول ما يعرف، لكنه بيرفض وبيسيبها وبيمشي. وبيكون سانج بيرسم الصوره على الحيطه اللي قال له عليها المدير، فبيروح المدير يتكلم معاه وبيطلب منه الوان معينه. وبيكون جنج واقف في البلكونه، فبتروح يوري تقف معاه وبتشكره على اللي عمله معاها في الخناقه، وكمان بتقوله ان سانج حابب انه يعيش معاه حتى لو اتجوز. في نفس الوقت بتكون كومون وصلت للمستشفى وبتروح للمدير تتكلم معاه، وبعدها بتروح لسانج وبتعرض عليه انها تلعب معاه فبيوافق، فبتاخده معاها للقصر بتاعها في الغابه. فلما بيوصلوا للقصر بيتفرج على التحف اللي موجوده فيه وبيقول لها انها غنيه، فبتقوله ان ممكن يمضي على عقد يشتغل معاها وهتخليه غني هو كمان، فبيوافق وبيمضي على العقد. وبيكون جنج عرف ان كومون اخدت اخوه سانج معاها، فبيروح يقعد وبيبص للندبه اللي في ايده وبيفتكر اللي عملته فيه قبل كده، لكنه بيتصل بيها وبيسالها عن اخوه، فبتقوله انه مضى معاها عقد ولازم يشتغل معاها في القصر وما ينفعش يسيبها ويمشي، وانه علشان ياخده لازم يروح لها القصر. فبيروح جنج القصر ماشي، وبتكون كومون قاعده بتحكي لسانج وهو نايم عن قصتها، وان لازم علشان تتحرر من لعنه القصر ده وتخرج منه لازم يكون في واحد بيحبها ويجي ينقذها، وبيبقى قصدها على جنج. في الوقت ده بيوصل جنج للقصر وبيدخل جوه علشان ياخد اخوه، ولما بيدخل بيلاقيها واقفه في البلكونه مستنياه، فبيقفوا يبصوا لبعض. ومن هنا بينتهي الجزء الاول من مسلسل لا بأس ألا تكون بخير، فما تنساش تشترك علشان يوصلك بقيه الاجزاء اللي جايه. سلام.